الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله، ونحييكم ونقدم لكم كل التهاني بمناسبة عيد الفطر، الفطر المبارك. وأنا سعيد جدا أن نشارك في الذكرى الجميلة المعبرة الطيبة إن شاء الله، الخاصة بالشاعر إسماعيل حسن. وإسماعيل حسن يعني كثير لقيناه موجود بيننا بعد رحيله، عشان كده بنتعمد نسميها الذكرى الجميلة. وإسماعيل حسن تغيب عنا بإذن، والغياب بإذن بيعتبر حضور. وأنا سعيد جدا أنه أقدم السؤال الأول في هذه الحلقة للشاعر إسماعيل حسن، وخاصة لقينا في الفترة الطويلة اللي افتقدناه فيها، رغم أنه بنلاقيه كل يوم وبنسمع صوته وبنسمع تعابيره الجميلة من خلال الأستاذ الفنان الكبير محمد وردي. وأنا سعيد جدا أوجه السؤال إلى الشاعر، السؤال مباشر إلى الشاعر إسماعيل حسن، وبقول له يعني ليه كان اختياره للفنان محمد وردي دون الفنانين الآخرين اللي كانوا مسجلين نجاح في مساحات كبيرة أكبر من المساحات اللي ظهر بها وردي في بداية حياته الفنية. وسعيد أكثر عشان أؤكد حضور الشاعر إسماعيل حسن رغم الغياب ورغم رحيله، بتيح الفرصة عشان نسمع الإجابة بصوت الفنان محمد وردي اللي لقينا دائما هو معبر عن أحاسيس وتعابير الشاعر إسماعيل حسن. Yeah.
مقدر ما بنجيب له بديل بالإرادة 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 أجبرتني في هواك انت الصادق وعندك
ونتيح لك الفرصة عشان تقدم لنا صوت إسماعيل حسن في التساؤل اللي طرح مباشرة اليوم. تفضل. أولا أهني جميع أفراد الشعب السوداني فردا فردا بعيد الفطر العظيم، وأتمنى أن يعود مثل هذا العيد ونحن في سلام. وأشكر لك أنك يعني قمت بدعوتي في هذا البرنامج، وأعتقد أنا مهما يعني تكلمت ما بقدر أستطيع أو في الشاعر الصديق العظيم الراحل إسماعيل حسن. فأغاني إسماعيل بالنسبة لي أنا هي أغاني العنفوان، أغاني الشباب اللي ابتدينا بها حياتنا، وما زالت هذه الأغاني حتى الآن أعتقد مفضلة عند الجماهير. لذلك كما قلت الأخ إسماعيل لن يموت، فهو مع الخالدين يعني خلد نفسه بكلماته وبشعره الجميل، ونحن نجتر الذكرى، لكن نؤكد أنه هو عايش في وجداننا ووجدان المستمعين والمحبين ووجدان الشعراء والجميع. وننتظر إجابتك في خصوص لماذا اختار إسماعيل حسن الفنان محمد وردي، يعني بين فنانين اساسا كانوا اثبتوا وجودهم وكانوا هم استطاعوا ان يحققوا مساحات كبيره من النجاح. والله اعتقد نحن الاثنين اخترنا بعض، يعني طبعا هو شاعر قبل ما انا اكون مطرب ملحن، يعني هو اقدم مني في المجال، اعطى لفنانين كتار زي الاخوات تاج مصطفى وعثمان حسين واخر واحدة غنت ليه قبلي يعني المرحومة من الخير، وكانت يعني فنانة موسم 56-57 أتذكر بأغنيتها الجميلة بتاعت عشان هواك حبيت. ويعني أنا يعني زي اللي كنت بعرف إسماعيل حسن من بدري، يعني لما جيت العاصمة بفتش عليه وكنت أتمنى ألتقيه، وكنت بعرف أنه قمة فنية كبيرة يستطيع أن يساعدني، وقد حصل، كان اللقاء صدفة ولم نفترق إلا بموت أحدنا. ربنا يديم عليك الصحة وعليه الذكرى الجميلة. أستاذ وردي، قبل ما تقدم العمل الثاني أنا عرفت من خلال وجهات نظر طرحها الأخ الأستاذ سليمان عبد الجليل اللي هو صاحب المبادرة لهذه الفكرة أو لهذه السهرة وشارك في إعدادها. أستاذ سليمان قال يعني علاقتكم كانت طيبة وكانت عميقة جدا، معناه أنت متفهم الشاعر إسماعيل حسن أكثر مني وأكثر من كثير من الناس. لكن في سؤال يعني حيرنا فعلا، المعروف أنه اللحن هو ظلال المعنى لمضمون ما يكتب الشاعر، والإيقاع هو أساس اللحن. إذا اتفقت معي في الرأي ده يعني أنا بحتار أكثر إنه إسماعيل حسن الرجل الريفي اللي جاي من منطقة الشايقية واللي في سلوكه وفي تعامله لقيناه بنفس المواصفات دي وفي شعره،
لكن افتقدنا ايقاع الدليب اللي هو الخاص بمنطقه الشاجيه الا في اغنيتي الريله والقمر بوبا في الاغاني الخاصه بي. فيعني انا ما استطيع ان اعبر اكثر من عن البحث لو حاولت ابحث عن الاسباب. تفضل. يعني اسماعيل الحقيقه هو اول شيء يعني ترك الريد بدري، درس الخرطوم ومشى درس زراعه في مشتهر الزراعي. نعم. وعاد الى الخرطوم ومارس كتابه الشعر، شعر الاغاني او الشعر العادي كواحد من ناس الحضر يعني. نعم. المدينة. نعم. كتب أوائل قصائد وأبتكر في القاهرة وغنى بها الأستاذ الأخ سيد خليفة. نعم. وجهنا كتب أغاني للخرطوم يعني. نعم. ما كان موجه إنتاجي للريف، وفي الزمن ذاك يعني حتى المؤدين فنانين الطنبور كانوا قلائل جدا، ما كانوا فيه تقريبا يعني. نعم. نعم. قبل بداية ربع السودان. وإسماعيل شاعر من قبل استطاع أن يصب مشاعر الريف في المدينة، فكان فنان المدينة والريف يعني. شاعر كلماته بسيطة يعني بيتفهمها أي زول يعني، ما في واحد ما يقدر يردد مثلا يا نور العين انت وينك وين ولا وحياة، لكنها معبرة كان. يعني أعتقد هو قدر يعني بحياته في الريف وب يعني ثقافة الشايقية، تراث الشايقية العظيم يعني، لأنه هم عندهم أدب وغناء جميل جدا. قدر يأثر حتى في المفردات يعني، المفردات دخل فيها حاجات جديدة طوعة. فأنا ولما جاء كتب الريلة كتب كشايقي، كتب لي أحمد فرح يا حليلك يا بلدنا، كتب لي عثمان اليمني. ف يعني ايقاع الدليب يعني كان بيقدر عليه برضه يعني، لكن لانه بقى شاعر فيما يسمون الان فنان قومي، شاعر قومي، كان اصبح قومي، فلا يمكن يرتبط بايقاع واحد ضيق. شكرا جزيلا. احنا نسمع حاجه عشان نواصل الحوار معك. حاضر. اي حاجه. لو تمر النسمة بالليل
الأكوان يا طريق بسراك تلاب السنين لو عرفت حبيبك أمين ما بتخونه يرحمي محمد وردي نجم الفنان الكبير محمد وردي وهو طالب في معهد الموسيقى والمسرح وكنا متوقعين منه انه يقدم تقييم لالحان اشعار الراحل المقيم اسماعيل حسن ولغياب عبد الوهاب لظروف خاصه يسرنا جدا انه يشارك معنا مظفر محمد وردي نجم صغير للفنان الكبير مرحب بك يا مظفر وكل سنه وانت طيب كل سنة وانت طيب ويعني اكيد مشاركتك معنا في السهرة دي معناه انت عندك صلة طيبة بأسرة اسماعيل وابناء اسماعيل حسن صح؟ صح طيب احنا نحييك ونديك فرصة عشان تهنيهم بالعيد اولاد اسماعيل حسن تفضل اولا اهني ابناء الشاعر العظيم اسماعيل حسن بعيد الفطر المبارك والذي يصادف الذكرى الثامنة للذكرى وفاة الشاعر اسماعيل حسن وهنيئهم بالعيد وقدم لهم أحب أهدي لهم أغنية بعد إيه كذكرى للشاعر شكرا جزيلا لاختيار جميل جدا ويعني أنت بتتابع أعمال الوالد محمد وردي طبعا فغير بعدين أنت معجب بأعمال بأشعار اسماعيل حسن تتابع ولا انت لانك في مرحله في المدرسه ما شغال بالغنى؟ لا ما في البيت موجود تفرض عليهم يعني كان رضو ولا ابو بيسمعوا شكرا يا مظفر ونحن نتيح الفرصه ايه الحاجات الثانيه اللي انت معجب تعريفها من الشاعر اسماعيل حسن في اغانيه نور العين والحنين واتفاي ان شاء الله كويس جدا طيب احنا في الحقيقه يعني عندنا سؤال خاص باسماعيل حسن بمناسبه بعد يدي انه اسماعيل حسن بيغني لمنو ودي المساله دايره تفاصيل ارجو انه نسمعها بعد الاغنيه
بعدي ايه بعدي ايه بعدي ايه جيت تصالحني بعدي ايه بعد ما ودرت قلبي كنت فيه بعد ما ودرت قلبي كنت فيه جيت تشكي جيت تحكي جيت تبكي Thank you.
كثيرة حائمة حول أعمال أو أغنيات إسماعيل حسن. يعني كمثال أغنية المستحيل، الناس بيفتكروها أغنية سياسية خاصة فيها ضيعوك والدروك. لا بعديه الناس بيشيروا لضيعوك والدروك، أنت ما بتعرف صليحك من عدوك، بيفتكروها إنها هي أغنية سياسية، وفي ناس بيفتكروا إنه دي أغنية اجتماعية، وفي ناس متأكدين بأنها هي أغنية عاطفية. غير كذا في أغنية مشتاقين برضو كانت في شائعة إنه يعني محمد وردي تنازل لعثمان مصطفى حتى الناس ما يفسروا التفسير اللي كانوا واضعينه في ذهنهم إنه هي دي أغنية سياسية خاصة بالرحيل ناس حلفة وكذا في كثير من الأغاني. فيعني الناس بتتساءل أو إنابة عنهم نتساءل، الأستاذ الشاعر إسماعيل حسن كان بيغني لمنو؟ وقبل ما نسمع إجابتك يعني أنا سعيد جدا إنه يشارك معنا في السهرة دي لأول مرة في التلفزيون الناقد المعروف الأستاذ سليمان عبد الجليل صاحب الصحافة الفنية المعروفة. مرحب بك يا أستاذ سليمان. وأستاذ سليمان هو صاحب المبادرة الأولى لسهرة المستحيل اللي بنشارك فيها دلوقت، وشارك كثير في إعداده وتلاقينا أكثر من مرة عشان نضع الشكل بتاعه. والأستاذ سليمان عبد الجليل كان صديق لصيق بالشاعر إسماعيل حسن، وهو ده نوع من الوفاء الناس بيلقوه في النقاد الفنيين بقدر ما هم مظلومين. أنا سعيد جدا أحييك وكل سنة وأنت طيب يا أستاذ سليمان. والسؤال اللي وجه للأستاذ محمد وردي مطروح عليك بحكم التفاقك التصاغا بالشاعر إسماعيل حسن، تفضل. شكرا جزيلا. الحقيقة أنا زاملت إسماعيل فترة زمنية طويلة جدا، يعني ما يقارب حوالي 30 سنة كابن حي واحد في السجانة. وبحكم علاقة الوطيدة والوثيقة بإسماعيل عشت كتابة الكثير من أغنيات لوردي وللفنانين الآخرين. فإسماعيل أعتقد في اعتقادي ما كل هذه القصص تاع الأغنيات إنه هو عايشة شخصيا، هي قصص حصلت له هو
لأصحابه وأصدقائه حتى وردي. إسماعيل كان هو في تلك الفترة هو الصوت أو الناطق الرسمي باسم العشاق، فكان بيصور قصص حكايات وله في شكل أغنيات وبديها للأخ وردي بيكمل الصورة. وعايشوا هم كثنائي فترة زمنية طويلة جدا، أعتقد هي من أقصر فترات الأغنية الحديثة، حتى إنه يعني أشاعوا إنه التمازج والتواصل بتاع وردي وإسماعيل حسد إنهم احتكروا بعض، إنه إسماعيل ما يدي قصيدة لأي فنان آخر إلا بعد ما وفاة وردي، أو وردي ما يغني إلا شعر قصيدة ثانية إلا بعد استشارة وموافقة إسماعيل حسد. بعد إيه يعني أنا أقول إنها هي قصة خاصة بإسماعيل أو إنها قصة خاصة بناس ثانيين أو إنها أغنية وطنية أو أغنية سياسية، وأنا أميل أنا شخصيا أميل إلى إنها هي أغنية وطنية. وكتب هو ذات نفس الرأي دي في جريدة آخر لحظة في حوالي سنة 61، وعايشت معه الكثير من أغنيات لوردي ولفنانين تانيين. فإسماعيل زي ما أنا قلت لك إنه هو كان الناطق الرسمي أو إنه كان هو المعبر أو إنه كان هو الصوت للعشاق، وكان غنى جديد مفردات جديدة ومعاني جديدة، ولقى صوت جاي أصيل من البلد اللي هو وردي، فعمل كثنائي. فكانت هي زي ما قلت لك إنها هي أقصر فترة غنائية في تاريخ الأغنية الحديثة. شكرا أستاذ سليمان، وننتقل للفنان محمد وردي، ونتمنى إنه يعمل لنا يعني محاولة تقييمية لشعر إسماعيل حسن. هل إسماعيل حسن ده كان امتداد للحقيبة، ولا هو سلك أسلوب بأسلوب جديد، ولا كان في رمز في شعره، ولا بالضبط في شنو من خلال تعاملك معه؟ تفضل. حقيقة أنا ما ناقد أدبي، نعم، عشان أقيم شعره من ناحية كمصنف أدبي يعني، نعم. لكن ما في فنان أو شاعر بيجي مقطوع الجذور، يعني ممكن هو يكون منفصل عن تاريخ الغناء والشعر القدام، إذا حقيبة ولا تراث شايقي أو خلافه، فهو امتداد لأشياء كثيرة. لكن في مرات في فترات كده تاريخ بوجد ناس يعني بيقدروا يعني يفوزوا حاجز الكفاءة بتاعت الآخرين، يعني الغناء الكان منتشر يعني إسماعيل حتى الاحترابي كثيرين من الشعراء والمغنين اللي غنوا لهم. إسماعيل كان عنده تفرد على أقل تقييمي يعني، عشان ما يقولوا أشكر في إسماعيل ده أنا غنيت شعره، لا يعني أنا اختياري لشعره ما كنت أزور عفو يعني ولا مجامل ولا مجامل قطعا. لكن زي ما قال الأخ سليمان، وذا أحسن تعبير يبدو أننا نسمع أنه هو الناطق الرسمي باسم العشاق دي. حقيقة يعني هو مش شاعر خيالي ينتظر الخيال فقط، بينتظر الفكرة من الآخرين برضو يعني. ممكن أمشي أقول له أنا فكرة أغنية، نعم، والمضمون كده الشكل أو هو يعرف عني حاجة، إن أنا عايز جواي حاجة فكان بترجم صح يعني، ويتقمص المسألة تقول هو اللي بيحب ليك يعني حقيقة يعني. وانت يعني يومتها قلت انه كان شاعر رومانسي وركزت على حتة حقيقة يعني الشعر الطريقة الرومانسية عند الشعر حقيقة يعني.
طيب احنا نسمع يعني اغنية تؤكد الرومانسية. كل اغاني بتأكد. تفضل. قبل ما الاخ وردي الاغنية بتاعت مشتاقين. في هجرة اهالي حلفة استدعوا اسماعيل حسن في استعلامات والعمل زمان كان اسمها استعلامات العمل الصحافة الاعلام. وطلبوا مني اكتب اغنية بالرطانة بتاعت ناس حلفة انها تبجد خشم القربة والمستقبل الزاهر راح ننتظرهم والامان وحجزين. فقام قالوا اخوانا انا ما حلفاوي انا رجل شايقي. قال طيب اللاميك مع الجماعة ده شرف. فجاربني مكتبي وكتب اغنية مشتاقين. وهي خصيصا كتبت في رحيل ناس حلفة. يعني ما بتذكر كلماتها لكن ممكن الاخ يعني وردي في الرمال النعم والمشتاق زي ما شيء كيف تفعل الضفه والنيل هان عليك. ايوه صح. فهي اغنيه يعني الواحد يكفي سر انها اول مره انها هي اغنيه في رحيلنا الى حلفة جديدة. انا الحقيقه يعني بالنسبه لي انا كمان اول مره. اي لانه جاب لي الاغنيه دي جابه ومن الاغاني يعني هي هو يعني يندر انه اسماعيل يقوم يجيب لي اغنيه جاهزه مكتوبه لانه بنقعد نكتب الاغنيه ونلحن ونغني. فدي مشتاقين وقبلها بعد ايه واغنيه الوصيه بلحن الزميل براهيم محمد عبد الله. الثلاثة أغنيات دي اللي أنا شفتهم مكتوبات جاهزات وفي واحدة أسفاي دي كان فيها شوية مؤامرة نرجع عليها بعدين. يعني أنا متأسف إن أنا ما حقدر أغني الأغنية بتاعت مشتاقين أنا طولت منها جدا وكمان ده بيها ملكي لفنان اللي هو الزميل عثمان مصطفى. أي حاجة ثانية بحب يبقى ذنبي قلبي توت 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 من عواطفك لنهاية حبي كنت غريب كنت تايه
هو كنت غريب وانا افتكرتك عز حبيبك يا ما قلبي يخطى ويصيب والعذاب لي كان نصيب يا ما قلبي يخطى ويصيب والعذاب لي كان نصيب من عرفتك جفاني شجون رني خلافات بين محمد وردي الفنان وبين اسماعيل حسن الشاعر، والخلافات دي كان لها صدى كبير جدا وكان لها يعني وزنها زي ما اذا صح التعبير. الخلافات دي يعني احنا ما دارين نبحث فيها ثاني، لكن دارين نتحسس ايجابياتها كانت شنو اذا امكن. تفضل يا استاذ سليمان. الخلافات الفنيه اللي كانت بتحصل دائما بين وردي واسماعيل وشخصي مرات، يعني انا كنت يعني في فترات كثيره بناظر اسماعيل حسن على وردي، نعم، على الرغم من انه وردي بلديات وكل شيء، الا انا كنت مع اسماعيل حسن في كل المعارك الفنيه تحيز، وكنت بتحيز له يعني وبميل له. واعتقد انه الخلاف يعني الحصل بين وردي واسماعيل بعد تلك الفترة الفنية الخصبة، يعني أحسن فترة في تاريخ الأغنية الحديثة، الواحد بيعتقد إنه هو جنى وإنه زاد من تلك الفتنة بينه وبين ورده وإنه خلاف، لأنه حصل بعد تلك الفترة إنه في تصحر فني حصل، لكن من إيجابياته إنه وردي استطاع إنه يخلق شعراء تانين، يتصل بشعراء اخرين، ظهر محجوب شريف، ظهر الدوش، صلاح من ابراهيم، غن وتياني تياني سعيد، شعراء شباب مبدعين من الايجابيات. الايجابيات وأريك عن السلبيات اللي حصلت. من السلبيات اللي حصلت ايضا انه اسماعيل حسن حاول يتعامل مع فنان جديد ما الناس ما سمعوه، وخدته في صوره كبيره جدا حطيناه على انه ينافس وردي او ننتهي من حيثنا محمد وردي اللي هو كان احمد فرح،
وضعنا احمد فرح في هاله كبيره جدا صوره, وهو فنان يا دار مبتدئ, ف يعني ما كان وصل المرحله بتاعت ورد يعني اطلاق الورد ظهر, فالناس كلهم يكونوا مهيئين عايز يشوف الفنان الجديد ده ينتهي من ورد حاجه. اعتقد ان اسماعيل وشخص جميل على احمد فرح في النقطه دي يعني مقارنه يعني ما خاف اي سبب من المقارنه, يعني فنان عنده خبره وعنده تيار وعنده موهبه كبيره زي ورد. لكن يعني انا في رايي زي ما كنت بوافق انه احمد فرح رغم انه راجل فنان يعني لو ما الهاله بتاعت المقارنه دي كان مش عادي يعني كان أقام أهو الحصل حصل يعني. لكن أنا شعوري نحو أحمد فرح عايز أقوله إنه إسماعيل لما كتب يا حليلة يا بلدنا لإسماعيل حسن كان في مقدمة بتاع طنبور, أنا شلت طنبوري وجيت اشتغلت له عازف في بتاع مسجل للطنبوري, فيعني ما كان في خلافات شنو أنا أعتقد أنه قد يكون أنا وإسماعيل أخيرا يعني بعد سنين كده ربما كنا بنختلف فكريا يعني في الآخر. الأول ما كان في زول فينا بيسأل عن السياسة ولا عن أي شيء ولا بيتكلم عن انتمائنا, كان بس بالغنى. تغني كويس يعمل لك أغنية جديدة ما كان في يعني في الأول ظهر برضو دائما في حاجات الفنان بيغني كثير بيفتكروا دخله بيكون كثير, بينما احنا كنا بنغني ب 15 جنيه زمان, ولا انه 15 جنيه زمان احسن من 15 الف هسه. فيقوم الشاعر برضو كان في ناس بيدفعوه يا اخي ده بغناك كتب قروش كثيره جدا, اصله ما معقول يعني كيف انت هو يكون راكب عربيه وانت اللي عملت له الغنى. يقوم ينسوا انه المطرب هو ملحن ومغني وكمان موصل الأغنية كل ليلة, شاعر ما خط كلامه على الورق وقعد. والشيء المعروف كان زمان أنه لما يجي يسجل في الإذاعة بده حقه زي ما أنا بدي له حقه, لكن المجهود الآخر إنك تمشي تغني في بيت العراس وتطلع حفلات وتسافر للنهوض وليكسلة وكده, يعني شاعر ما عنده عايد قدر الفنان على الأقل, ولا واحد على مليون من الفنان جد يعني. لكن يعني زمان الشعر ما بكسبك يعني انت تقعد شعر ليه هسه عم تقرا الناس ما بيبيعوا شعر للفنان, بينما انا بعرف انه في بلاد ثانيه مثلا في مصر النص بيباع للفنان وهنا برضه المفروض واللحن بيباع للمطرب. لا انتوا كمان ما تظلموا الشعراء يعني انا ما تقول لي ما تظلموا الشعراء في الزمن ذاك ده ما كان فيه بامانه يعني. طيب بامانه ما كان فيه يعني ده كان واحد من الخلافات يعني برضو يعني احنا ما نفوت الخلافات مثاليه ساكت يعني كان في خلافات ماديه برضو في الاخر كنا اصدقاء جدا العائلتين يعني احنا مع بعض. دليل ان اسماعيل حسن يوم الخميس كان عندي وبعد ثلاثة ايام انا معزوم عنده في البيت عندنا جلسه وتوفى الله يعني لاخر صله يعني لآخر علاقة كنا كانت علاقة حميمة مش بإسماء الحسن بأمه المرحومة بإخوانه بإخواته بكل العائلة يعني هو بيعرف أولادي وبيجيهم يعني كده ده لا يفسد ودي قضية. لكن كان في اختلاف في الرأي يعني ما نقدر نقضي نجي تاريخي وحنسأل عنه. هو بالمناسبة دي يعني أحب أشير إنه الأستاذ الفنان محمد وردي بمناسبة الوفاء و الصلة الطيبة دي يعني أنا يمكن ما يقبل الكلام ده, لكن هو طلب مني أنه أصرف الأجر بتاع السهرة دي وأوصله لأسرة إسماعيل حسن. أنا بحييه. وقبل ما نتكلم عن الوفاء ونتكلم عن بعض الاتهامات الموجهة لإسماعيل حسن ونعتبر هو موجود طالما في الشاعر سليمان عبد الجليل وفي الأستاذ الفنان محمد وردي, حنوجه اتهام لإسماعيل حسن بعد ما نسمع الأغنية. Thank you.
تأكيدا لذلك بأنه علاقتكم كانت أسرية اجتماعية فنية طيبة. طيب إذا تغيب إسماعيل حسن أكيد الناس حتتساءل عن الوفاء اللي افترض يلاقيه كرد فعل لحسن التعامل اللي كان موجود بينكم. والله هذا سؤال كبير. يعني الوفاء ليه؟ نعم أسرته ليه هو ليه؟ ليه؟